في هذا الفيديو راح نشوفه الظلم التحكيمي اللي تعرضنا له. شوفوا في اللقطة هذه كيفاش حكموا قدام الجميع، قدام الفار، قدام العالم كامل، لك لا حياة لمن تنادي. شوفوا معاه مليح مع اللقطة ما لعادة. اللقطة الثانية شوف كيفاش غير مسار الكرة بيده. شوف مع الإعادة، يعني هنا بينالتي واضحة، ولكن الحكم ولا الفار غائبين تماما. اللقطة الأخيرة اللي ضربت فيديو تاع مورا ممكن نقولوا باللي هي اللي راحت ليده مش اللي راح ليها، ولكن السابقتين هذو في اثنين دي بينالتي. لو كان جا الحاج محمد راوراوا ما كانش تكون هذه الكواليس كامل. اي حكم يغلط في حق الجزائر راح يتعاقب، راح يلقاو خارج النص. دونك يا اما نحبسوا البالون يا اما نرجعوا محمد راوراوا وانتهى الموضوع.